يعملوا كلمه ايمانيه ده منتظرينها، لكن بس احنا في النقابه اساسا كنا حريصين بالاضافه ان احنا بنخدم المهندس وبنخدم مهنه ان يكون لنا دور مجتمعي. الدور المجتمعي في الفتره الوجيزه اللي فاتت دي تمثل في عده انشطه صغيره بنقولها، كان في محاوله انشاء مول تجاري في الماشيه، وبفضل ان النقابه تصدت لهذا الامر وتم ايقافه وتم تحويله الى مسابقه تطوير ميدان الماشيه، والنقابه دخلت طرف محكم وبالفعل اتغيرت المسابقه وتحولت الى تطوير ميدان الماشيه وتم تحكيمها، وان شاء الله هيكون عرض المشروع الجاي بعد العيد ومدينه النقابه. حاجه ثانيه كان موجود برضك محاوله مبنى المحافظه اللي تهدم، كان في محاوله اقامته في نفس مكانه. الحقيقه ما كانش ينفع على الاطلاق شارع فؤاد يكون ده مبنى المحافظه الجديد، واحنا عندنا المتحف اليوناني اللي هو ما بيجدش اي مكان الباركينج له او حاجه. فبالفعل يعني النقابه وداعينا المحافظ والكلام ده وسياسه العماره بالفعل اصدر قرار وقف بناء في هذا المكان. كذلك كان لنا دور في وقف هذه الفيلات التاريخيه خاصه فيلا اجيون حصل تدهورات قدامها، وقف النهارده هذا الامر. الحاجه الاخيره اللي احنا عاملينها احنا شكلنا لجنتين تقصي حقائق المشاركه بين كليه الهندسه ونقابه المهندسين وبغطاء قوي من مجلس الشورى، فاحنا بالفعل اللجنه دي ليها الضبطيه القضائيه وليها الكفاءه الفنيه، فهتبدا يعني شكلوا لجنتين، واحده للمياه والصرف الصحي والثانيه للكهرباء. بالفعل احنا مدركين ان في مشكله في البلد، ان جهاز يكون في عجز 10%، لكن اللي بيعاني منه المواطن السكندري ربما بيقفل 30% حين العجز 10%. احنا عاوزين نعرف بالفعل الحقيقه، هل هناك عجز حقيقي ولا هناك من يريد ان ينغص على الناس حياتهم؟ مش هتطول حضراتكم كتير، احنا قدامنا كلمتين صغيرين